خذوه على العناية المشددة. ألو دينيس، أنتو من عائلة السيد دي بروفولسكي؟ أي نعم أنا ابنه، كيف صار؟ منيح إنك جيت، الوضع تحت السيطرة هلأ، ما تقلق. صابته نوبة قلبية وعملنا له العلاجات الضرورية، حالته هلأ مستقرة وما في أي خطر على حياته. أنا بتشكرك يا دكتور، شكرا. أول شيء لازم تشكر الأنسة اللي أسعفته، لأنه هي اللي وصلته على المشفى بالوقت المناسب. لولا تصرفها السريع كان ممكن أبوك يكون بوضع كتير حرج، وهالشي كان ممكن إنه يسبب له سكتة قلبية. هلأ أنا مديون إليك، فيني شوفه؟ إيه بس على السريع، من شوي لحتى رجع لوعيه، وأول شيء طلبه إنه يحكي معك أنت يا أنسة. 5 دقايق مو أكتر. تعالوا قربوا مني، معلش لساتني عايش، لا تخافوا ما متت. آنيا انت انقذتي حياتي، انا ممنون كتير إليك، ما بعرف كيف بدي اتشكرك لولاكي انت. سيد غريغوري ما في داعي للشكر، انا عملت واجبي. بدي استأذن منكم. استني استني لو سمحتي، لازم خبرك شيء كتير مهم. آنيا سامحيني، أنا غلطت بحقك بنتي، سامحيني. ابني بتتذكر بعد ما شخصوا الأطباء مرضي حكينا أنا وياك وتناقشنا بموضوع مهم. اسمعني، الهيئة أني رح أضطر أترك الشغل عن قريب، مو كتير حلو الواحد يمرض ويحس حاله ضعيف، ما عاد فيني أتحمل كل هالشغل والضغوطات الكبيرة لحالي. وطبعاً أنت رح تصير المدير التنفيذي لكل شركاتنا، بدي إياك تكون جاهز لهي المسؤولية. تفضل خذ هاي ماجستير إدارة الأعمال بجامعة بوسطن، هو أحسن شيء لإلك بالوقت الحالي. تدرس لمدة 2 سنين، رح يدرسك أفضل أساتذة بالعالم، وبس ترجع رح تكون جاهز تدير أي شغل. إذا بدك فيك تبدأ بالشغل بوحدة من شركاتنا بالمنطقة، بتمنى أنك تأخذ هالموضوع على محمل الجد وتحضر حالك من هلأ منيح لهالمهمة. اللي فيك تعمل هالشي مشاني؟ بابا. نعم. ايمتى رح يبلش الفصل الدراسي هنيك؟ ببلش بعد اسبوعين. ماشي، لازم خبر آنيا انه رح ننتقل للدراسة وجهز تأشيرات السفر. لحظة دينيس، أي تأشيرات ومشان مين؟ مين هي آنيا؟ خطيبتي. إذا كنت مضطر إني سافر لسنتين فأكيد لازم خبرها، لازم تروح معي، مفهوم؟ خطيبتك؟ أي خطيبتي يا ستي. وليش لهلأ لخبرتنا؟ مو كان لازم تخبرنا قبل؟ لأنه أنتوا ما كنتوا تهتموا غير بامتحاناتي وبس. ومن أمتى أنتوا مع بعض؟ من سنة تقريبا. بس سنة واحدة؟ معقول؟ بابا أنا رح أتقدم لعن قريب. آنيا تاخد العقل، متأكد أنه رح تحبوها. طيب خبرنا من وين هي؟ مين أهلها؟ وشو بيشتغلوا؟ آنيا ماتفينكو، وهي من تشيركاسي، من عيلة عادية كتير، وهي مثلي بتدرس اقتصاد كمان، بس دراستها على حساب الدولة، وقبلوها فوراً من أول مرة قدمت فيها. في مجال نتولى نحن كل تكاليف انتقالها على أمريكا؟
لأنه أهلها مالهم أغنياء. شو هالحكي؟ يعني أنت برأيك نحن مضطرين نصرف عليها حتى قبل ما تتزوج؟ لحظة بس، شو مشان ليليا؟ شو بها؟ بتعرفوا بعض من زمان وهي بتحبك كتير. وإذا أنا وليليا مجرد أصدقاء؟ ماما أنت بتعرفي هذا الحكي كتير منيح. طيب عن إذنكم لازم خبر آنيا عن هالقصة الجديدة هي. من وين طلعت لنا هاي البنت آنيا؟ وشو اللي وصلها لابننا؟ بتوقع انه هالمحتالة عم تضحك على ابننا وعلينا كمان. متأكدة انها رح تطير من الفرح بقصة امريكا. شو رح نعمل هلأ حبيبي؟ كلياتنا انصدمنا، انا وامك وكمان ستك، لما سمعنا القصة بوقتها. وهلأ عرفت شو الغلط الكبير يلي أنا ارتكبته معك. بابا أنت عن شو عم تحكي؟ قررت أني أحكي مع آنيا وش لوش. جبت عنوان السكن الطلابي تبعها ورحت لعندها، طلبت منها موعد، وهيك كان بدي إياها تنفصل عنك. رح كون صريح ومباشر، انت لازم تعرفي انه ما فيكي ابدا تكملي بعلاقتك هي مع ابني. عم تفهمي؟ ما خلصت كلامي. قصة تسافري على امريكا ونحن يلي نتكلف بكل مصروف قعدتك هني هو شيء مو ممكن ابدا. خلص انا رح انطره لدينيس هون بكييف. لا تنطري، هالشي مضيع للوقت. ابني عنده حبيبه وكتير حلوه وهن سوا من زمان كتير. ما سمعتي بهالشي؟ ما كنتي بتعرفي؟ شي غريب. هي بنت حلوة وذكية ومتعلمة ومن نفس مستوانا الاجتماعي، وابني دينيس رح يتزوجها. إذا في حدا رح يسافر معه على بوسطن فرح تكون هي. لهيك انهي علاقتك بابني بأسرع وقت ممكن، لأنه هالشي من مصلحتك. ما في داعي تتفاقم الأمور أكتر من هيك وتوقعي بمشاكل كتيرة، وخاصة دراسة الماجستير تبعك اللي عم تخططي له بالصيف. فهمتي علي؟ مو هيك؟ طبعاً لحتى عوضك عن جرح المشاعر تبعك، في عندي إليك عرض. شوفي، هيك مبلغ رح يعوضك عن جرح مشاعرك، هيك بتوقع. فهمت شو بتقصد. أنا ما بدي منك أي شيء، بالإذن منك رح تبعدي عن ابني؟ آنيا، سامحيني إذا بتقدري. هلأ عرفت قديش أنا كنت غلطان بحقك. أنت بالحقيقة بنت بتاخدي العقل وأكتر. دينيس لو سمحت لا تطلع، ما في داعي تسبب توتر لأبوك هلأ. بابا أنت كيف عملت هيك؟ خلصوا الخمس دقايق.